لو انت بتعاني من آلام مزمنة ومحتاج تاخد مسكنات، ولكن في نفس الوقت عندك مشاكل في المعدة، هل يا ترى تقدر تاخد المسكنات بأمان؟ بص يا جماعة، في عندنا مسكنات ضارة للغاية، ولما بتاخدها لعلاج حاجة بسيطة زي ألم العظم أو أي ألم في الجسم بتعمل لك مشكلة في المعدة خطيرة، يعني أنت بتصلح حاجة بتعكس أو بتضر حاجات كتير، وممكن تعمل التهابات في المعدة، وممكن تعمل كمان قرحة في المعدة ونزيف قد يهدد الحياة. وبالتالي لازم نحسب القصة بتاعتنا أثناء تناول المسكنات. طيب إيه الحلول المتاحة قدامنا؟ في عندنا أكتر من حل. أول هذه الحلول إنك تاخد المسكنات الحنينة على المعدة، اللي هي عبارة عن مادة الباراسيتامول، ويفضل في شكلها النقي يعني بدون إضافات. يعني في مادة باراسيتامول متضاف لها مادة الكافيين اللي بيتضاف دايما لاسم الدواء كلمة إكسترا. طيب إكسترا ده لأ، ده مش اللي أنا أقصده، لأن إكسترا ده معنى كده إن في كافيين وده ضار بالمعدة. فتاخد مادة الباراسيتامول النقية اللي هي في الصيدليات تحت مسميات متعددة زي اسم مثلا بنادول أو أدول أو سيتال أو نوفالدول أو دولبران، وكمان أسماء تانية. وتقدر يعني أو يقدر الشخص البالغ ياخد لغاية 3 جرام في اليوم. احنا عارفين حبات البنادول العادية نص جرام، يعني انت معاك لغاية 6 حبات في اليوم إذا استدعت الظروف، وأنا بتكلم هنا عن 24 ساعة. القاعدة العامة انك تاخد أقل كمية حباية أو 2، بس إذا استدعت الظروف انك تاخد 6 حبات في 24 ساعة ده مسموح به، مفيش فيه مشكلة. طيب في بعض الناس يقول لك الأدوية دي آمنة ومحترمة جدا وما بتضرش المعدة، ولكن مسكن ضعيف، ايه الحل اللي نعمله بعد كده؟ ما بتجيبش معايا نتيجة، اعمل ايه؟ الحل هو ان احنا ناخد الاكسترا، بس في الحالة ديت لازم ناخد معاه علاج للمعدة، يعني تاخد بنادول اكسترا او ادول اكسترا او اي دواء شبيه ليهم. وفي مادة الكافيين، مادة الكافيين بتزود قوة المسكن شوية ولكن لها تأثير ضرب المعدة، يبقى في الحالة دي لازم ناخد دواء للمعدة. ادوية المعدة كتيرة جدا موجودة في الصيدليات، حبوب متنوعة جدا، اي نوع يا جماعة، اي نوع تاخده لانك بتاخده بشكل وقائي، مش لازم تبقى انواع غالية ولا حاجة، فاخده واخد معاه حباية للمعدة. تقابلنا مشكلة تانية، يقول لك بعض الناس برضو باخده وما بيحققش الهدف المطلوب. في الحالة دي في عندنا فئة من المسكنات اللي بنقول عليها شبيهات الأسبرين، اللي بسموها نون سترويدال انتي انفلاماتوري دراجز. دي عائلة من الأدوية فعلا تأثيرها المسكن قوي، وخاصة ان لها تأثير ايضا مضاد للالتهاب وخافض الحرارة، فهي أدوية فعالة جدا. والواحد بياخد الحقنة احيانا تعمل له مفعول زي السحر، تاخد حقنة الفولترين، كاتافلام، كيتولاج، كيتولجين او غيره. العائلة دي بتاخدها يقول لك انا عرقت وبقيت كويس ومفيش ألم ونمت وارتحت وبقيت كويس. فعلا لو الشخص معدته سليمة الحقن دي هتجيب معاه نتيجة كويسة، لكن اللي معدته مش سليمة يويله بقى يا جماعة، ممكن ياخد حقنة واحدة بس علشان المشاكل دي تعمل له قرحة في المعدة يقعد يتعالج منها شهور، وممكن تضعف المعدة وتسيب عندها فيها تأثير لفترة طويلة. علشان كده لا ينصح ان اي شخص عنده مشكلة في المعدة يتناول شبيهات الأسبرين دي اللي هي العائلة بتاعة البولترين والكتافلام والبروفين والكيتولجين والبايبروفينيد كل هذه الأدوية ياخدها الشخص اللي معدته سليمة، بس اللي عنده مشكلة في المعدة ما ياخدهاش. طيب لو اضطر ان هو ياخدها نتيجة ضرورة مهمة جدا، لو العيان ما بيجيلوش تعب المعدة باستمرار، لو تعب المعدة عنده بسيط ممكن ياخد منها اقل كمية ممكنة، بس هنا يستوجب ان ياخد معاها دواء قوي ومهم للمعدة. حذاري انك تاخد هذه المسكنات من غير دواء للمعدة، وكمان لازم بعد الاكل. طبعا في فئات اخرى من المسكنات ممكن تستخدم وما بتضرش المعدة، ولكن دي ادوية يعني لازم بتستخدم بتوصيات معينة لان عليها نوع من الحظر في الصيدليات، وده طبعا لمصلحة العيان. ودايما بتمنى لكم الصحة والسلامة، وبشكركم والى لقاء جديد ان شاء الله.